أبدت حركة حماس استعدادها للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس بايدن وما تم التوافق عليه سابقا دون وضع أي مطالب جديدة. وأشارت الحركة بعد لقاء وفدها في الدوحة رئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات المصرية إلى رفض أي مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد الحرب. هذا فيما كشف مصدر مصري رفيع المستوى آخر المستجدات المتعلقة بالمباحثات الرامية إلى التهدئة بين إسرائيل وحماس. وقال المصدر إنه جرى اختتام مباحثات الدوحة للتهدئة بمشاركة مدير المخابرات الوزير عباس كامل ورئيس وزراء قطر ووفد من حماس برئاسة خليل الحية، وأضاف أن المباحثات اتسمت بالجدية وتشكل بادرة أمل لانتهاء الأزمة. وللمزيد من التفاصيل معنا الآن مباشرة من القاهرة مراسلنا محمد خالد. أهلا بك محمد. إذن محمد، على ما يبدو هناك تفاؤل مصري حيال المباحثات الأخيرة حيال وقف إطلاق النار في غزة هنا. بالفعل رامي، تفاؤل مصري بعد اختتام مباحثات الدوحة بحضور كل من اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية ورئيس الوزراء القطري ووفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية، وفقا لمصدر مصري رفيع المستوى وتصريحه لوسائل إعلام محلية أكد بأن هذه المباحثات اتسمت بالجدية ويعني تدل على انتهاء يعني المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني الشقيق على أكثر من 11 شهرا من الانتهاكات المستمرة للجيش الإسرائيلي على المدنيين، وبالتالي هي تشكل يعني بادرة أمل لكافة الشعب الفلسطيني حيال هذه المفاوضات. نتحدث عن أن حركة حماس عقب هذا الإعلان من مصر أكدت بأنها تتمسك بإعلان الرئيس جو بايدن في الشهر السابع من هذا العام، وأنها مستعدة ل تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار دون إملاء أي شروط جديدة، وبالتالي هذا يدل على هنا يعني مرونة كبيرة أبدتها حركة حماس مع الوسطاء سواء من مصر أو من دولة قطر، وهذا يدل على أن المباحثات يعني هي في طريقها للخطوات إيجابية كما تصرح مصادر مصرية عدة، وبالتالي من المتوقع أن تصدر مسودة بالجزء النهائي من هذا الاتفاق على أن يتم الإعلان عنه وموعد تنفيذ المرحلة الأولى من هذا الاتفاق قريبا وفقا لمصادر مختلفة مصرية. نتحدث عن أبرز النقاط الخلافية هي انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح وأيضا من محور نتسريم وعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في الشمال بحرية كاملة، وأيضا أعداد الأسرى التي ستفرج عنهم حركة حماس من الأحياء من الأسرى الإسرائيليين، وأيضا عدد الأسرى الفلسطينيين الذين هم يتواجدون داخل السجون الإسرائيلية ممن لديهم أحكام عليها وتطالب حركة حماس بالإفراج عنهم. نعم، شكرا جزيلا لك محمد على كل هذه التفاصيل والمعلومات. إذن كان معنا مباشرة من القاهرة مراسلنا محمد خالد.